مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد لبرنامج تواصل، ونلقاكم دائما كل نهاية أسبوع على الجزائرية الثالثة الإخبارية. دائما نحكي على موضوع واحد ألا وهو فيروس كورونا المستجد، علاقته بحياتنا اليومية وتأثيره على مختلف أفعالنا وكذلك روتيننا اليومي. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم دائما كما كل مرة تتواصلون معنا في البرنامج وتتفاعلون عن طريق المشاركة بالإجابة على الأسئلة التي تطرح على موقعنا الرسمي في الفيسبوك المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، ونجمع دائما تعليقكم وأراءكم عن طريق فيديوهات تبث في البرنامج. سؤال هذا العدد يقول: هل سهلت التقنيات الحديثة تعاملنا مع فيروس كورونا؟ بالطبع نحن نعلم أن التكنولوجيات الحديثة لها دور كبير جدا في خلق تعايش وكذلك تسهيل مختلف الميادين، وخاصة ما كنا شاهدناه مؤخرا في فترة الكورونا، وخاصة مع تطبيق الحجر الصحي واحترام البقاء في المنزل كإجراء وقائي، اضطررنا إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة لتسهيل مهمتنا اليومية في مختلف الميادين. تقرير في هذا الموضوع ثم نعود. لطالما لعبت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة دورا مهما في تسهيل تعاملاتنا اليومية وإجراءاتنا العادية، لا سيما مؤخرا خلال الأزمة الصحية التي يشهدها العالم. فبتفشي فيروس كورونا قلت الحركة في المدن وحددت العديد من النشاطات لتتأقلم بذلك مع الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي الذي فرض على سكان الأرض كإجراء وقائي ضد انتشار الوباء. لكن الحياة لم تتوقف، والفضل في ذلك يعود إلى كثرة التقنيات الحديثة التي ساهمت في تعايش الفرد في ظروف جديدة. فالنشاطات المهنية تواصلت عن بعد، واستمر الموظفون بأداء مهامهم من منازلهم، كما أن اقتناء الحاجيات الضرورية والتسوق صار ممكناً فقط بطلبية عبر الإنترنت تصلك حتى منزلك. النشاطات الرياضية، المحاضرات والدروس الجامعية وغيرها كلها صارت عن بعد استغلالاً لهذه التكنولوجيات واحتراماً للحجر المنزلي. فبإمكان الفرد اليوم أن يزاول حياته ونشاطه في ظروف عادية لكن بطابع مغاير. كما كنا شفنا مشاهدينا الكرام، العديد من النشاطات تواصلت في فترة الحجر المنزلي الذي طبق كإجراء وقائي عن طريق التكنولوجيا، واستغلالا لهذه التقنيات الحديثة التي سهلت من مواصلة مختلف النشاطات التجارية الاقتصادية وحتى المهنية، إضافة إلى حتى النشاطات الترفيهية للمواطنين أو الرياضية. دائما نستقبل مشاهدينا الكرام مشاركتكم عن طريق مختلف التعليق التي نجدها إجابة على سؤالنا في الفيسبوك، كما نستقبلها الآن مشاهدينا الكرام بعدما كنا أجمعنا العديد من هذه التعليق التي جاءت كإجابة على سؤالنا: هل سهلت التقنيات الحديثة تعاملنا مع فيروس كورونا في فترة الحجر الصحي؟ مشاهدينا الكرام، كما كل مرة دائما فيه العديد من الإجابات التي تحضر معنا البرنامج كإجابة على هذا السؤال، كل واحد رأيه في الموضوع وفيه تضارب أو توافق للمشاهدين في هذا الرأي. هل سهلت التقنيات الحديثة تعاملنا مع فيروس كورونا؟ هو ما سنجيب عليه من خلال كل التعليق التي تحضر معنا. فاتح يقول: نعم أكيد سهلت التقنيات الحديثة تواصلنا اجتماعيا ومهنيا في جوانب الثقافة، وسهلت الوقاية من وباء كورونا، ساهمت في ولوج قطاعات مثل الصحة، التجارة، السياحة، الإدارة، التحاضر عن بعد، تسيير المشاريع إلى ما نسميه نحن كخبراء في المجال الاقتصاد الرقمي. حقا لقد عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال الرقمنة واستعمال التكنولوجيا. إذا ممكن فقط نعود نشوفوا التعليق محمد، هكا نشوفوا أنه مشاركة حتى من خبراء الاقتصاد الذين هم أدرى بمدى تسهيل التقنيات الحديثة ومواصلة هذه النشاطات الرقمية الاقتصادية المميزة بمختلف المجالات، وإضافة إلى مختلف الأدوار التي تلعبها هذه التكنولوجيات. نواصل مع تعليق فاتح يقول أنه الجزائر عرفت قفزة نوعية في مجال الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة، والتلفزيون الجزائري سبق في ذلك، وخير دليل الموضوع قيد الطرح، وخاصة التلفزيون الرقمي على شبكة الانترنت تي في ويب. وإحنا كذلك بدورنا
نوجه تحية لكل الزملاء الذين يعملون ليل ونهار في المجال الرقمي وكذلك حتى في موقع التلفزيون الجزائري وين فيه شبكة وكذلك مجال مميز جدا. تسيبونا مشاهدينا الكرام كل المعلومات وكل البرامج على مواقعنا في مواقع التواصل الاجتماعي حساباتنا وكذلك حتى على الموقع الرسمي الذي استحدث مؤخرا للتلفزيون الجزائري. تعليق آخر معنا يقول: التكنولوجيا بصفة عامة ستنفع الإنسان في الأوقات العصيبة، لكن ستكون كابوس البشرية الذي يسببه تسارع البلدان وتتباطأ خطوات الإنسان نحو العمل الكلاسيكي وتقلص من اليد اليد العاملة مع الاستغناء عن الناس في كل عمل، وهذا ما يعكس وجهة نظر الطبيعة. ولو أكمل العالم بهذه الوتيرة من التقنيات والتكنولوجيا سيعود إلى نقطة الصفر. مجرد رأي. مرحب برأي كل مشاهدينا الكرام في البرنامج. هنا نشوف أنه ربما للتكنولوجيا دور سلبي إذا تم الإفراط في استعمالها، وبالتالي هي ستتخلى عن اليد العاملة في مختلف القطاعات الصناعية. تعليق آخر معنا من محمد يقول: الحمد لله، وإلا لا أحد سيستطيع الخروج من الأزمة. بالفعل كان فيه دور إيجابي مميز جدا للتكنولوجيات الحديثة لا يمكن أن نتغاضى عنه، ولكن بإمكاننا دائما أن لا نفرط في استعمال هذه التكنولوجيات الحديثة ونستغل دائما الجانب الإيجابي بما يخدمنا ويعوض ربما عدم تنقلنا في هذه الأيام، خاصة مع فرض الحجر الصحي كإجراء وقائي لتفادي تفشي فيروس كورونا. مشاهدينا الكرام دائما نستقبل كل آرائكم عن طريق التعليق في الفيسبوك ما شفنا أو حتى عن طريق الفيديوهات، ويحضر معنا أول فيديو وأول رأي لعبد الرزاق نشاهد ثم نعود. أزمة كورونا وفي ظل الحجر الصحي المفروض في دول العالم وفي الجزائر كذلك، جعلت من وسائل وتقنيات التواصل الحديثة الملاذ الذي يلجأ إليه عامة الناس في تعاملاتهم اليومية، حيث أصبح الناس يقرؤون ويطالعون الكتب والمجلات والجرائد إلكترونياً، يمارسون عملهم من منازلهم دون الحاجة للذهاب لمقر العمل، يتسوقون إلكترونياً، يمارسون التجارة الإلكترونية التي ازدهرت كثيراً في ظل أزمة كورونا. أنا شخصياً استفدت من هذه التقنيات في كونها ساعدتني في تعلم لغات جديدة، في الاطلاع على البحوث والدراسات، في التواصل مع الأصدقاء والقيام بدورات إلكترونية في مجال دراستي، وهذه واحدة من الفوائد التي عادت بها هذه التقنيات على المواطنين خصوصا في ظل أزمة كورونا. عبد الرزاق على مشاركتك معنا وكذلك على رأيك اللي كنت حكيت فيه على بعض الكماليات وكذلك الضروريات في استعمال التكنولوجيا. دائما مواصلة كل نشاطاتنا المهنية الاقتصادية أو حتى الترفيهية باستعمال هذه التقنيات الحديثة، وهو نفس الشيء بالنسبة لضيفنا اللي حاضر معنا عن طريق خدمة السكايب، المدربة الرياضية مريم عمام اللي تحضر معنا في تدخل مباشر. مرحبا بك مريم معنا في هذا البرنامج، وصباح الخير. مساء الخير. مساء الخير مريم، هل أنت في الاستماع؟ نحن نستمع إليك. إذا مريم نشكرك لك حضرة معنا. مريم أنت مدربة رياضية، كنت تقومي بنشاطات رياضية كحال كل المدربين في قاعات الرياضة، ولكن مع الحجر الصحي قمت بأقلمة نشاطاتك الرياضية في المنزل. لو كان تحكي لنا مريم أنت كيفاش استغليتي التكنولوجيات الحديثة باش ما تتوقفيش على نشاطك؟ شوفي، يعني مدرب رياضي يقدر يدرب أينما كان، في المنزل، برا، ما كان حتى مشكل. احنا الشيء الأهم من هذا هو أنه قدرنا نوصلوا للناس اللي ما يقدروش يديروا سبا وحدهم، ما يقدروش يتمرنوا وحدهم بلا مدرب وبلا صالة رياضية. دونك لحقنا لهم عبر هذا التليفون، هذه الشاشة الصغيرة لحقنا لهم للدار. دونك ما يلبسوا حوايجهم، ما يخرجوا، ما يتعبوا، ما يروحوا لصالة تاع سبا، يفتح التليفون تاعو، عنده لو كوتش مقابلو، يدير معاه رياضه سون اوكان بروبليم. كاين اون بليس ناس لي جامي ما داروش حياتهم ما داروش رياضه، كاين بزاف
قام يديروا معايا بداوا جوستومون بوندون في هذه فترة الحجر الصحي. يعني دري من تيام الناس اللي استفادوا من الخدمات اللي تقدمها التكنولوجيا بصفة عامة، حاولتي أنك تقومي بمباشر في عن طريق صفحتك في مواقع التواصل الاجتماعي، شاركتي نشاطك الرياضي، وبالتالي حتى أنت ما توقفتيش عن العمل تاعك بما أنه هذا هو المهنة ديالك. فوالا، دونك انا درت الرياضه تاعي وخليت الناس استفادوا وسي داروا معايا، دونك كل يوم ندير فيه يديروا معايا الناس. و يعني حاجه حبيت نهضر عليها هما لي ميدسان تاني. لي ميدسان راهم يديروا دي لايف، يديروا دي كونسلتاسيون عبر الهاتف، وهذا الشيء يعني فريمون يعطيهم الصحه بزاف بزاف. راهم الوقت تاعهم باش يديروا كونسلتاسيون للناس، باش نقصوا من تنقل المواطن ومن خروجه بصفه عامه من المنزل. مريم، دائما باش نحكيو عليك انت وكذلك مساهمتك من خلال هذا ربما النشاطات التي اقلمتيها مع بقائك في المنزل. هل بامكانك انك توصلي نفس الرساله كيما تكوني مع ربما الرياضيين في قاعه الرياضه، كيما تكوني معهم عن طريق مباشر من الهاتف او من ربما الحاسوب؟ طبعا كي نكونوا على المباشر، لانه نعرفهم مليح، نعرفهم مليح الناس كيفاش، سورتو انا نخدم بزاف مع النساء، دونك نعرفهم مليح كيفاش يخمو. كي نهضر معاهم يحسوا، هما يحسوا بليك راني معاهم، يحسوا بليك راني نشوف فيهم. كي نكونوا نديروا في الحصه تلمو حافظتهم كيفاش يخمو، كيفاش يغلطوا في التمارين توسا، دونك كي ننصحهم ونوري لهم يحسوا، هما يقولوا لي نحسوا بليك راكي معانا في الدار، ديري معانا في الحصه. دونك يعني ما كان حتى مشكل. كيما نقدروا نديروا في الصاله تاع سبور نديروا في الدار، اي اونكور يعني ساعدناهم. راهم غير اللي ما حبش يدير سبور يجي عندك للدار، تحلي التليفون برك، يعني ما تخلصي دراهم ما تروحي للصاله ما والو، الرياضه راهي تجي عندك للدار. يعني ولا ما استفدتيش، ولا ما استفدتيش من هذه الفرصه، عمرك ما راح تدير سبور. صح، كاين تفاعل مع المشاركين معك في هذه الحصص المباشره للرياضه؟ تفاعل كبير كبير، وراو يزيد ويزيد، والناس والفوا دونك يستناو كل يوم، كاين مباشر يستناوه يديروا الحصه تاعهم، فرحانين ونتائج كبار بزاف. عندي لي غوتو، الناس اللي يبعثوا لي لي ميساج، فرحانين بزاف، نقصوا في لو راهم يديروا سبور، اللي كان عندهم حبسوا بزاف ما داروش عاودوا ولاو يديروا. يعني نتيجه رائعه وفريمون نفتخر بها بزاف. وكي نشوف هذا لو روتور تاع الناس، كي نشوف التفاعل تاع الناس يشجعني بزاف باش نزيد. يعني راني هنايا كي تشوفي صدى ايجابي بالطبع انك راح تزيدي تكوني دائما حاضره. لو كانت تحكي لنا مريم على انت المباشر تاعك وقتاش يكون، شحال فيه المده، وشنو هما ربما النصائح ولا الحركات اللي تقومي بهم في المجمل؟ يعني انا نحاول ندير في الاسبوع ندير على الاقل ثلاثه لايف، دونك ثلاثه مباشر باش نخدموا، نديروا حصه 45 دقيقه حتى الساعه، حتى 60 دقيقه، يعني نخدموا كل الجسم. دونك نديروا تمارين الكارديو، تمارين الشد، كلش كاع واش يحبوا نسيو وننظموا بيان سور الحصه تاعنا المباشر، باش نخدموا كل الجسم في كل الاسبوع. يعني ما كان حتى حجه باش ما نديروش رياضه. وعلى التفاعل تاع الناس، دونك على حساب طلبات تاعهم ثاني. كي نشوف طلبات بزاف على تمارين شد البطن مثلا، نخدموا نكثروا في الحصه نديروا تمارين الشد بزاف، لانه متطلبات النساء على بالك وشنو هما. دونك نحاولوا باش ونشجعوهم ونديروا لايف ثاني، نديروا مباشر بزاف، ندير مع الاخصائيين الاطباء ثاني باش نهضروا على الرياضه والامراض والنصائح. ويعني كل اخصائي يهضر في الدومين تاعو، اذا كان اخصائيه النساء دونك على النساء الحوامل والرياضه، وابخي مع طبيب امراض القلب، طبيب السكري، طبيب الغده الدرقيه، درنا معاهم هكذا باش ننصحوا الناس ويجاوبوا على اسئلتهم. كاين الناس يخافوا يقول لك عندي ديابيت ما نقدرش ندير سبور، ولا عندي القلب، دونك نصحوهم، وانا الجانب تاعي نقول لهم التمارين المناسبين ليهم والتمارين اللي ما لازمش يديروهم كي يكونوا عندهم هذا المشكل الصحي.
هكا يعني نشوفوا انه هذه التكنولوجيات قربت لبعيد واستغليتوا كذلك انتم ربما تواجد اطباء في مختلف المناطق يساهموا معكم، وكذلك قصدوا كل الشرائح، نساء الحوامل، مجال التغذيه كذلك، وحتى الناس اللي تحب ربما تتبع حميه خاصه. حميه خاصه طبعا درنا مع اخصائي النوتريسيونيست، اخصائيه غذاء، وكذلك درنا مع اخصائيين الطبخ، دونك نديروا طبخ صحي باش نعاودوا نعطولهم من الناس نعطولهم نصائح واطباق صحيه اللي يقدروا يطيبوهم. جميل جميل، يعطيك الصحة مريم. مريم، كسؤال أخير فقط، هل أنت بعد ما الآن يعني فرضت عليك هذه التكنولوجيا باش تقومي بحركتك الرياضية، بما أنه يصعب أو يستحيل ربما التوجه إلى قاعات الرياضة في هذا الحجر الذي ما زال مطبقا كإجراء وقائي إن شاء الله بعد انقضاء هذا الفيروس، هل ستزاولين ربما نشاطاتك دائما بالمحافظة على هذه التكنولوجيات الحديثة والقيام دائما بمباشر، أو ستعودين 100% إلى القاعات الرياضية كما كنت في السابق؟ لا، أنا كان هذا بداية، يعني بداية هذه الحياة جديدة بالنسبة لي، ندير مباشر، وطالما كاين ناس يحتاجوني، ناس يسقسوني، يحبوا يديروا سبور وراهم هنا متواجدين باش يستناوا لو لايف تاعي، ندير معاهم حتى مشكل. ما من بعد الحجر الصحي راني هنا دائما ان شاء الله باش نعاود. هذه نحس هذه المهمة تاعي من الان فصاعدا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك مريم عمام، مدربة رياضية، كنت معنا في برنامج تواصل، وشكرا على تفاعلك معنا. شكرا. شكرا للمدربة مريم. هكا كما كنا شفنا أن مريم لم تتخلى على نشاطها الرياضي وأقلمت باستعمال التكنولوجيات الحديثة، وهو موضوعنا لهذا العدد مشاهدينا الكرام. ما زلنا دائما في استقبال آرائكم المختلفة عن طريق التعليق أو حتى الفيديوهات. يحضر معنا ثاني فيديو لميليسا ثم نعود. السلام عليكم. في دلتا فشي أزمة كورونا في الجزائر وفرض الحجر الصحي، تغيرت حياة المواطن الجزائري إلى حياة يمكن وصفها بصعبة المنال، لكن ساهمت التقنيات الحديثة في تسهيل حياتنا اليومية، كان من أبرزها التسويق الإلكتروني. أنا شخصيا أشيد بعملية التسويق عبر الإنترنت، إذ قد سبق لي وأن انتهشت هذه العملية وأنا جد راضية في كونها تبعدنا عن خطر الإصابة بالفيروس. مريم كانت ميليسا عفوا كانت أشارت لموضوع مهم جدا، ألا وهو التسوق عبر الإنترنت، اللي نشوفه أنه كان ربما عرف بلغ ذروته في هذه الفترة، فترة الحجر الصحي، وإن كان ربما ناقص بعض الشيء في الجزائر، إلا أنه فيه خدمة التوصيل للطلبيات اللي كذلك كانت بكثرة فقط لمحاولة مساعدة المواطنين الجزائريين على عدم الخروج من المنزل، وكذلك بالقيام بطلبيات عبر الإنترنت ستصلك إلى حتى منزلك فقط بعدم الخروج من المنزل. هذا جانب إيجابي ثاني نشوفه في التكنولوجيات الحديثة التي تستغل من طرف المواطنين بكل الفئات وكل الشرائح، وكذلك كل الشرائح وكل الفئات حاضرة معنا في مشاركات عبر الفيديو في برنامج تواصل. نستقبل وإياكم فيديو آخر لصهيب ثم نعود. السلام عليكم، معكم صهيب الشاوش من ولاية واد السوف، حبيت نشارك معكم في برنامج تواصل في فترة الحجر الصحي، وفي ظل هذه الأزمة وفي هذه الظروف الحالية ساهمت التقنيات الحديثة في سهولة التواصل مع أرباب العمل، أيضا عدم التقطع عن العمل، أيضا عدم الذهاب إلى مكان العمل، هذا الأمر لم يؤثر على مردودية العمل، بالتالي ساعدت التقنيات الحديثة كثيرا الأشخاص، كما أنها ساعدتنا في التواصل مع زبائننا الكرام، هذا من أجل الحفاظ على سلامتهم.
مشاركة لسهيب اللي كنا شفنا أنه دائما مزاول لنشاطاته المهنية عن طريق الخدمة التي تقدمها مختلف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة التي نستعملها مشاهدينا الكرام، وهكذا نتواصل دائما في الإنتاج الاقتصادي بدون توقف وبدون كذلك تراجع في هذه الإنتاجية عن طريق استعمال هذه الخدمات التكنولوجية في العديد كذلك من المجالات التي أقلمت مع هذه الفترة التي نعيشها في هذه الأيام، فترة الحجر المنزلي. نفس الشيء استغلنا احنا كذلك في التلفزيون الجزائري عن طريق استخدام خدمة السكايب في العديد من المرات في عوض استقبال الضيوف معنا في البلاتو، وكذلك احتراما للحجر الصحي والتباعد الاجتماعي كنا نفضل دائما التواصل مع ضيوفنا ومناقشة المواضيع عن طريق استخدام هذه الخدمة. باش نحكي كذلك على هذا الموضوع يحضر معنا في هذه الأمسية الزميل سعيد طوبال صحفي بقسم الأخبار. مرحبا بك زميلي سعيد في البرنامج. أهلا بك أسماء، صباح الخير. مرحبا بك وشكرا على تواجدك معنا. سعيد أنت متواجد معنا اليوم في برنامج تواصل باش نحكيه على مدى تسهيل التكنولوجيات الحديثة لمهمتنا كصحفيين وكذلك ربما كمهنيين بصفة عامة أثناء فترة الحجر الصحي والحجر المنزلي الذي نعيشه في فترة الكورونا. احنا في البلاتوهات كنا كذلك استغلينا خدمة سكايب كما رانا نتواصل معك الآن عن طريق السكايب في عوض تكون معنا في البلاتو مثل الضيوف كذلك اللي انتوما كذلك في برنامج جزائر اليوم كنتوا استغليتوا كثيرا هذه الخدمة. أولا، هل هذه الخدمة فعلا تسهل المهمة للصحفي؟ هل حيكون فيه حوار مباشر وكذلك تفاعل بين الصحفي والضيف عن طريق استخدام هذه الخدمة في البرنامج؟ أكيد أسماء، العكس بل في بعض الأحيان تكون أفضل أن الضيف يكون معك في البلاتو بحكم أن الضيف تحكمه. كنا في بداية الأزمة هي غالبية الضيوف في برنامج الجزائر اليوم هم أطباء ودكاترة، يعني بحكم العمل تحهم ما يقدروش يعني تكون عليهم صعبة التنقل إلى البلاطوهات، وأيضا بين قوسين يشكل عليهم خطر وعلينا خطر أيضا، لأنه في بداية الأزمة كانت ما فيهش تعليمات من قبل الوزارة أو حتى منظمة الصحة العالمية فيما يخص التباعد وكذا ارتداء الأقنعة الواقية. لذا يعني فيه حتى بعض من الدكاترة والأطباء الذين كنا نتواصل معهم وهم في أماكن العمل لباش يوصلون هذه الصورة الحية وإعطاء يعني المثال الحقيقي للطبيب المثابر الذي يزاول عمله ويعطينا أيضا التفاصيل عن البيئة اللي يعيش فيها والحالة الوبائية. بطبيعة الحال احنا لما كنا نتواصل معهم عبر سكايب سهلوا علينا مهمة يعني أنهم علينا وعليهم بطبيعة الحال مهمة أنهم يجوا البلاطو أو حتى نتنقلوا عنهم ولتفادي أي احتكاك في المستشفيات، ولهذا الغرض يعني التقنيات هي سهلت علينا بزاف. حتى يتحدث أخيرا بعض التقنيون العالميون أنه فيه بعض المهن التي ستزول بحكم أنه سكايب أو التكنولوجيات أو حتى عندما يتم تعميم 5G سوف تزول هذه المهن، ومنها وللأسف المراسل الصحفي بكاميرته الكبيرة التي اعتدنا عليها عادة أسماء. يعني هو حل يعني متجهين له عاجلا أم آجلا؟ احنا كذلك في التلفزيون الجزائري زميلي سعيد دائما نواكب الحدث سواء عن طريق المواضيع التي نعالجها أو حتى عن طريق الأفكار البرامج التي ربما تقدم للمشاهد، وكانت قدمت العديد من البرامج في هذه الفترة لتتماشى مع فيروس كورونا مع الحجر المنزلي عن طريق ما نقدمه أو عن طريق كيف نقدمه. على كل حال برنامج تواصل من بين هذه البرامج التي قدمت فيها فترة فيروس الكورونا لتقدم العديد من المعلومات حول هذا الوباء، إضافة إلى أنه إحنا في البرنامج نستقبل فيديوهات من مشاركين عبر الانترنت بدون تنقلهم إلينا أو تلقلنا إليهم حفاظا على حياتهم، لأنه إحنا نعرف أنه صحفي دائما متواجد في الميدان حتى في أصعب الظروف. لكن هل تشوف أنه هذه ربما الخطوات التي نقوم بها لا تؤثر على المعلومة التي تقدم إلى المشاهد؟
لا العكس أسمع، وبالحديث عن الحصص التي يقدمها التلفزيون الجزائري فيما يخص هذه التقنيات التي تقدم، واستغلال أيضا كل التقنيات الحديثة. مشكورون على حصة التواصل وفكرتك الرائعة أسمع، هي فكرة جميلة جدا. يعني التواصل، ونحن في عصر التواصل 2.0 الآن، أصبح طاغي على كل العمل اليومي، بل على كبريات الدول، حتى مجالس الوزراء تتم عبر هذه التقنية، حتى اجتماع رؤساء الدول في العالم تمر عبر هذه التقنية. بل العكس، يعني عندما في الحصة، والفكرة جميلة جدا أنك تطرحين مواضيع وتنشر يعني على العلن بين قوسين، يعني بدون كما يقال في عالم الصحافة بدون مقص رقيب، وتنشرينها وتقرأين تقريبا كل التعليق، تعليق كبيرة جدا، لكن في فيما فحواها أنه تنقل الصورة في بعض الأحيان أحسن من أنك تتنقلي وتنتقين الأشخاص في الشارع. العكس، لأنه الإنسان لما يكون بالبيت وتكون عنده هذه التقنية، هو تكون عنده الوقت ليفكر ماذا يكتب، ماذا سينشر، لأنه بصمته، لأنه الشيء اللي راح يخليه للمشاهد. لكن هذا لا يعني أنه ستعوض بين قوسين العمل الميداني. لكن بالمقابل أسمع أن هذه التقنيات الجديدة يجب التعامل معها واغتنامها، لا يجب أن نمر دائما كما يقال على الهامش بالنسبة لهذه التقنيات. العكس، ومثل هذه الحصص التي تقرب المواطن بالشاشة، تقربه بالتلفزيون الجزائري، فحصة تواصل يعني كأنها همزة وصل بين ما يكتب في الفيسبوك، الوسيلة الطاغية رقم واحد في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينشر عبر التلفزيون الجزائري. بالطبع، احنا أردناها دائما أن تكون نقطة تفاعل وتواصل بين وبين المشاهد الكريم، خاصة فيما يخص موضوع الساعة والأزمة الصحية التي يعيشها العالم. شكرا لك زميلي سعيد طوبالي، كنت معنا ونتمنى لك التوفيق في المهمة ديالك. انت راك رايح إلى ورقلة، نتمنى لك كل التوفيق في المهمة تاعك وكل ما تقدمه من برامج وخدمة للتلفزيون الجزائري وللمشاهد عن طريق التلفزيون الجزائري. شكرا. شكرا لك، جمعة طيبة لك زميلي سعيد اللي كنت حضر معنا. كما كنا شفنا رسالة الزميل سعيد طوبال الصحفي بقسم الأخبار، وهما كذلك في قسم الأخبار نشكر كل الزملاء ونوجه لهم تحية لما يقومون به، دائما يعرضون نفسهم للخطر فقط من أجل أن ربما يوصلوا المعلومة بكل مصداقية، ومعلومة آنية تخدم المشاهد الجزائري والوفي للتلفزيون الجزائري. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ربما مختلف تدخلات الضيوف كانوا حاضرين معنا عبر خدمة سكايب، وإحنا كذلك نستغل هذه التقنيات الحديثة فقط لتتواصل المعلومة وتتواصل الخدمة العمومية التي يقدمها التلفزيون الجزائري. في نهاية البرنامج كما كل مرة يحضر معنا في الأخير الكاريكاتير للزميل عبد الغني بن حريزة، وكذلك الذي يلخص حديثنا عن كل ما كنا استقبلناه من آراء وكذلك معلومات وكذلك مختلف التفاصيل التي نجدها في الفيديوهات التي تعرض في البرنامج. كاريكاتير هذا العدد. كما نشوف مشاهدينا الكرام التقنيات الحديثة ومدى تأثيرها في تسهيل المعاملة مع فيروس كورونا، أنا نشوف العديد من ربما التكنولوجيات اللي كنا حكينا عليها، ولكن هنا عبد الغني ركز على واحد من التقنيات المهمة جدا، ألا وهو خدمة التسوق عبر الإنترنت بدون الخروج وبدون التنقل. نجد دائما أن المواطن الجزائري بإمكانه اقتناء كل حاجياته من المنزل. فقط كمثال، ربما ربة البيت تقوم بشراء مع زوجها مختلف الحاجيات الضرورية للمنزل. شكرا لعبد الغني بن حريزة على هذه المشاركة بهذه الرسالة التي قدمت عن طريق الكاريكاتير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم، ونلقاكم بحول الله غدا. قبل ما أختم، في الأخير نذكركم أنه بإمكانكم دائما التواصل معنا عن طريق الإجابة على أسئلتنا التي تجدونها في الفيسبوك المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. نشكر كل الفرقة التقنية لخدمتكم، وعلى رأسهم المخرجة راديا 8 مزيان، وسكريبت محمد عبان. إلى اللقاء.